السلام عليكم. واخا اتجغ ان شاء الله فيديو يا ذنيتا، تمني غادي يريدني الصوت. واخا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا إثماس وإثماء يا عزن غذاخر نغاج ماضي ومان يجن تحية كني وثمغا غاري مجموعة من التساؤلات أريد أن أطرحها على كل مسؤول في هذه المدينة المنيينة الجريحة، المدينة المظلومة، المدينة اليتيمة، المدينة التي تقهقرت، كانت في أعلى عليين وأصبحت في أسفل السافلين. مدينة الناظور، ومن هذا من هذه البوابة أريد فقط أن أمرر بعض الرسالات إلى من يهمه الأمر، إلى المدير الجهوي للجمارك. سأخاطب مباشرة المدير الجهوي للجمارك، كما أخاطب عامل صاحب الجلالة بحكم فطنته وكذلك سهره الدائم والدؤوب من أجل دعم الاستثمار والمستثمرين بالمنطقة. غنهضر بالدارجة ونحاول أنني نفهم الإخوان ديالي اللي كيهضروا بالريفية باش الرسالة توصل. كل شيء عارف المعاناة اللي كيعانيها المواطن الناظوري في الوقت الراهن، خصوصا في الخمس سنوات الأخيرة. كوري جن زينغ يا يثماس ويثماي عزن السن، وعارف بأن الناظور تعرضت لصدمات اقتصادية كبرى بعجالة أمر عليها، وقد ذكرتكم بها سالفا الكوارف 1998 99 تحرق سوق الجوطية القديمة، والسيولة المالية والخسائر التي تكبدها التجار أزيد من 100 مليون سنتيم ليكيد سيولة مالية، ورأس مال الإخوان حدث ولا حرج. مئة مليار أقول أوانس إحاق سوبر مارشي، والكل يتذكر المعاناة التجار. ذايس أزيد 86 مليار سنتيم. الصدمة الأخرى هجرة الشباب من النظر إلى أوروبا عبر تركيا، أزيد 12,000 شاب اختاروا الهجرة، وبعملية حسابية بسيطة مراكوري جنيكسي 3 مليون 4 مليون بوذارن سيور أزيد زي 40 مليار سنتيم. إذن إجن 8 يجن سيولة مالية تغتق لا سيركولاسيون تغتق قاب وذا تفضغوني يخدمني سرمان غو عشيب وذا تفضغوني يخدمن الزبش ثيو الشنس بوذا تفضغ بوث حنت فاوي الشنس بوذا تفضغوني زنوزان ثوذرين ثرو فاوي الشنس تفضغ السوق المركب
تمنيات توغا يا وجنت برمد تو أواني رمي باللعن الحدود من الجزائر. إذا يوقع يجن القارس الشين ضاق الحال زكاي ثماثنغ تسوي ثماثنغ تجاريين وماني تيد نكمر سو بلع نمريتش تبلعت مليليا سولنا شنو هو البديل لأنه كنهضروا على شريحة مجتمعية أزيد من 17,000 أو 20,000 وبالتقارير الحكومية أزيد من 25,000 عامل وعاملة كانوا يمتهنون تهريب المعاشي من مليلية. العاقل غيمشي مع الطرح ديال الدولة ونقول أنه المواطن الناظوري مواطن متفهم مواطن يجعل المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة. المواطن الناظوري مواطن ذكي مواطن له من المواطن الحق ما له، ولكن باش تعنو في ظهره باش تخدش الكرامة ديالو وباش تحط الكرامة ديالو في الحضيض هذا سلوك غير متقبل، هذا سلوك ننكره ونستنكره. وهذه رسالة غنوجهها دابا السلطات المعنية لعلها، وحنا دائما أقولها وأكرر هناك أناس يسيرون الشأن العام لهم من الضمير الإنساني الوطني ما يشكرون عليه. بغينا نقنوا وقلت أننا نركز على الاقتصاد المقنن. الخطاب ديال محمد السادس في مؤتمر مراكش وأتذكر أنه بعنوان العدالة والاستثمار بين الإكراهات والتحديات يقول بالواضح ويوصي بتوفير الظروف الملائمة للمستثمر. إعطاء امتيازات للمستثمر، التشجيع على الاستثمار، توفير برامج للمستثمرين، إعادة الاعتبار للمستثمرين، هي جملة من التوصيات من أجل إنجاح وتوفير المناخ العام للأعمال. وحتى أن التوصيات ديال الملك محمد السادس كانت توحي وتهدف إلى أنه المغرب غيكون من بين 50 دولة الأولى في مجال الاستثمار. غنجيو دابا للتحديات اللي كيتعرضوا لها الإخوان ديالنا وغنضرب لكم غير مثال ديال ميناء برينصار. كنشكروا بعدا الناس اللي كانوا قايمين على أساس نعطيو شحنة ونعطيو أمل للإخوان ديالنا اللي ساكنين في الخارج اللي كيخدموا التعشير ولا الناس اللي كيديروا لامبورتاسيون ولا كنسميوها الاستيراد. كانوا كل واحد فين خدام، كان شي وحدين في كازا، شي وحدين في طنجة، شي وحدين في الداخلة، شي وحدين في أكادير. حاولنا أننا نلموهم ونسترجعوا أبناء جلدتنا وأبناء اللي كيتحدثوا باللسان ديالنا، والحمد لله رجعوا بواحد الفطنة وتخطيط استراتيجي مهم قادوا علي خليل مشكورا عامل الإقليم. ولكن دابا راه كنشوفوا العكس، كنشوفوا اللي كيدار الإخوان ديالنا. وهذه رسالة للمدير الجهوي وغنعاود لأنه الأمر إذا تكرر تقرر، وهذا مطلب مليح
ما نرضاوش كأبناء الناظور يتعامل المستثمر ديالنا ولا المعشير ديالنا بالاحتقار من بعض رجالات الدرك. ما نقبلوش ونستنكر كذلك أنه الناس كتخسر الفلوس ديالها وتضرب أميال الكيلومترات وتوصل للميناء ديال بنينصار وتنزلوا السلعة ديالهم وتفرغوا السلعة ديالهم في الشمس، كتعرضوا السلعة ديالهم للإفساد، وبالإضافة إلى إفشاء السر المهني وكشف السلعة وكشف الفورنيسور، وبالتالي بلا التعقيدات ديال الملفات ديال التأشير. بنادم كيبقى عندكم تما 15 يوم، ولا مشينا للميناء ديال بلينصا ديال كازا ولا مشينا للميناء ديال طنجة في ظرف يومين 48 ساعة و 24 ساعة يكون الأمر مفضي ويكون بنادم خرج الكونتينا ديالو. إذن هذا الشيء واش مقصود؟ واش بفعلي فاعل؟ واش هناك أيادي خفية ما بغاتش أنه الاستثمار وهذا المشروع اللي قام به يعني اللي مشارك فيه ولي جهة وكذلك عامل إقليم صاحب الجلالة وكنهضروا كنقولوا توصيات ملكية ولابد أنها خص تنفذ، وهذه المنطقة لها رجالتها، وإلا كاين في وسطنا خوانا اللي كيبيعوا الماتش خصنا نكشفوهم. غنذكر لكم بين المعاملات السيئة سيد مدير الجمارك، لعل أنها تلقى الأذان الصاغية، خصوصا أنكم تمجتوا مازال عاد جايين ومعينين كموظف سامي على إدارة جمركية كتدخل الملايير السنتيمات في الخزينة ديال الدولة. كنقول لكم بأنه هل من الصواب أنه السلعة غتدخل من أوروبا تكون مسامبولي بأسي اللي هي يسمح لها بالتجاوز بدون تجاوز الميزان، وتردوها البي في بدون وجه حق باش المستورد ديالنا يخلص زبالة الفلوس ويزيد زبالة الفلوس على التكرفيس اللي دارها في الطريق. النقطة الأخرى، واش تقبلون بأنه المستورد ديالنا ولا المعشير ديالنا يجي من الألمان ولا يجي من سويسرا ولا يجي من إسبانيا وعنده كونتينا ديالو وعنده الشاحنة ديالو وتعطلوه 12-14 يوم غيبقى تما الكاميو كيتزادوا عليه لفريد ترونسبور غيبقى يخلص عوض يخلص 200 عوض يخلص 500 ألف فرانك ولا 800 كتصدق فيه في 1,200,000 1,400,000 بالإضافة إلى الكراء ديال المكان. إذا المصاريف كتزاد، هل من الصواب غتمشي لطنجة ولا تمشي للدار البيضاء كيوزنوا لك الشاحنة ديالك بصيغة إجمالية وكلية وتوصل لبلينصار يوزنوك وحدة وحدة ويضيعوا لك الوقت بوحدة وحدة 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 كتكون كثافة كبيرة وبالتالي الميزان كيتزاد لا لشيء، باش تقولوا للمستثمر ديالنا وتعاملوه باحتقار وتقولوا ليه بأنه راه شفار. وكاين بزاف ديال الناس قالوا للمستثمرين ديالنا راكم شفارة، والريفي راه ماشي شفار، امبوسيبل الريفي يكون شفار. الشفار هو اللي كيطلب الرشوة، الشفار هو اللي كيخون الأمانة اللي دارتو فيه الدولة، الشفار اللي كيخون أموال الدولة، الشفار هو اللي كيرغم المستثمر على أساس أنه يضيق عليه جميع السبل اللي دعا إليها صاحب الجلالة ويخون أمانة سيدنا ويخون الأمانة ديال الوطن باسم أنه لابس واحد البذلة مؤسساتية ومحترمة.
هنا كنقولوا لكم نحن لكم بالمرصاد، ونتمنى وكنخاطب المدير الجهوي اللجنة جديد، وكنخاطب عامل صاحب الجلالة على أساس أنه يتدخل. غنزيد في المشاكل وغنزيد لكم في المشاكل اللي كيعانيو لها الإخوان ديالنا المستوردين. هذا الشيء علاش؟ علاش كنهضر على الموضوع؟ لأنه الأرض ضاقت بما رحبت. البوابة والمتنفس الوحيد من أجل إنعاش ومن أجل إعادة الاعتبار الاقتصاد الناظوري هو هذا الميناء. هذا في انتظار يكون ورش الميناء الغرب المتوسط، نتمنى أنه يكون قاطرة وطنية للتنمية. غنزيد في المشاكل اللي كيعاونيوها الإخوان ديالنا، تعقيد المساطر، سير ترونزيت جيب الورقة فلان فلانية، دير هكا ما دير هكا. علاش ما يكونش شباك واحد؟ علاش ما نقضيوش السيرفيس للإخوان ديالنا باش يفكوا؟ عوض يجيب كونتينا واحد ويجيب 10 د الكونتينات. هادشي راه خصو يتجبر ليه الحل، والمشاكل راه كاينين بالجملة. غادي نرجع، غادي نمشي للكوتي الاخرى وغنكشف على شي ناس، وهذا موضوع حساس. اعيروني اسمع وبارطاجي، والله يجازيكم بخير باش انها توصل. بوابة مليليات غلقات، وكيف ما قلت بانه كانوا كيخدموا تما مجموعة من الاخوان. مزيان، استبشرنا خيرا بالمجهودات اللي دارت، وكانت كان مشروع، واحد المشروع هذا سميتو مشروع الكرامة. هذا بغيت نهضر عليه دابا كحلقة ثانية. مشروع الكرامة اللي جا في الكيد شارج أو دفتر التحملات، وسبق لنا أننا شرنا ليه وطلعنا عليه، هو واحد المشروع للنسيج وإعادة تدوير النسيج. والأهم أنه كان غادي يخدم لنا 850 كيف ما قالوا في الترونش الأول، وغيتطور حتى أنه غيخدم 1200 واحد، وكان دعم من طرف الجهة. سولنا مجموعة من الناس، تقربنا من مجموعة من الناس، قربنا من مجموعة من البوفرية اللي كيهضروا اللسان ديالنا في مزيغن. أخوات قالوا لنا باللسان الواضح، وهذا الشيء جربناه، جربناه ولكن سكري. يجي بنادم يطلب منكم الخدمة، امرأة عندها 40 عام، الموتيف ما قابلينكش يا بنتي، حيت علاش؟ ما عندكش 25 سنة حتى ل 30 عام. فوقاش درتوا هاد لي كونديسيون؟ ما فهمناش. شحال عندكم من خدام؟ ونتمنى تجاوبوني عليها، لأننا حنا عارفين شحال عندكم من خدام. هذاك الدعم ديال الدولة فين درتوه؟ فين هي الاستراتيجية ديال رفع عدد العمال اللي غيخدموا تما؟ والسؤال الأهم، شنو كتخدموا؟ لأنه هاد الشيء، هاد الأسئلة هادو غادي نكشف عليهم ونقول لكم شنو كتخدموا، ونقول لكم الاحتكار اللي كديروا، ونقول لكم التضييق اللي ممارس على مجموعة من المستوردين ديال الألبسة المستعملة. معلومات اللي هي معلومات دقيقة جدا، وغنهضر على اكثر من 86 ملف ديال الاخوان اللي كانوا خدامين مع الجوطيه ديال جمعه تاقدينت، خدامين مع باب الرحمه، خدامين كيستوردوا في الملابس المستعمله، ما ولاوش كيخدموا، ما جابرينش لوبورتونيتي معاكم، ما جابرينش الفرصه يخدموا معاكم. كاين ربعه د الناس او ثلاثه د الناس داروا الاحتكار، وللأسف الشديد دير الاحتكار وتخدم اللي مفروض عليك أنك تخدم، وتريسبكتي الكيد شارج اللي عندك.
كيف يعقل عندك النسيج إعادة التدوير وانت كتجيب وكتوزع في المغرب كامل وما مخدمش الناس، كتوزع الألبسة المستعملة في أكادير، في مراكش، في تطوان، في جميع في الدار البيضاء، في جميع الأسواق المغربية، ونزيدك وكتجيب هاكوسن، كتجيب الصباط وكتجيب السبردينات بأي وجه حق؟ وشكون اللي عطاها لك؟ شكون اللي عطاها لك هاد الشيء هذا؟ وإلا عندكم خصكم تكشفوا عليه. وأنا هاد الشيء راه غادي نتابع بصفتي أنني ولد الناظور أولا وكإعلامي، ثانيا خص الناس تخدم كاملة، وخص ولاد الناظور يخدموا كاملين، وخص المستوردين ديالنا يخدموا كاملين، وخص هاد المنطقة تنتعش كاملة. مش حال من واحد عنده ولاده في الجوطية كانوا كيقراو في لي بريفي، دابا ما بقاوش كيقراو. شحال من الناس عندهم دي كريدي في حوانت ما جبروش باش غيخلصوا. شحال من واحد طلق مراته بسبب انه الاحتكار ديالكم باش تربحوا نتوما مليار في شهر. شي واحد يربح مليار وشي واحد ما جبر لقمة عيش، هادشي راه ما نقبلوهش. والساكت عن الحق شيطان اخرس. وهادشي اللي بغينا انه الاعلام النزيه خص يهضر على هادشي، والتحقيق خص يدار في هادشي. كاين اكثر، ونعاود ليها، كاين اكثر من 86 ملف ديال الناس بغات تخدم، بغات تشغل الناس، بغات تفتح لي زوزين ديالها وتجيب وتخدم الناس معاها، وغات اصحاب مشاريع باش يخدموا هادوك الناس اللي خدم اللي كانوا خدامين في معبر مليليه، وتعطى لهم الفرصه ويمشيوا وما يطلبوش. الناظوري ما كيطلبش، الناظوريه ما كتطلبش، كانوا كيخدموا بعرق الجبين. وهاد الملفات هادو من المنتظر شكون اللي خص يهضر عليهم، وشكون اللي خص يتبعهم، وشكون اللي خص يطرف عليهم؟ هما النواب المحترمون اللي عندنا للاسف الشديد، هما البرلمانيين اللي عندنا. هنا غنطرح سؤال على رئيس الجهه بصفته من الشركاء ديال هذه الاتفاقيه ديال مشروع الكرامه، كنقول ليه شحال من الناس خدامين تما؟ يا قلتوا لينا انه غنخدموا من 150 واحد في افق ديال 6 شهور، دابا راه مرات عام ونص ومازال خدامين تما 200 ولا 240 واحد او اقل. وكتجيبوا السلعه عندكم تما التدوير، ما تسمو ميقان تدوير ما لا، لكن واخا تبخس مازيخت هما تو يمرض نجوطيف اسقم الروسي التدوير الناس تصفغ من النسيج. السلام عليكم. هتكشم الشركات يتغيقن كني وتوي تيوي هاكوسن توي تيوي ثيسيرا توي تيوي عروض كني وها كني وها وتخدم بوي وذان وتزنو زان تغدار بيضا يطرح غدار بيضا ترونسفير غا وكادير غا مراكش وغانغ معلومات من مصادر موثوقة ثابح مكتازي مليار كنيو مليارات تابح مكنيو في زمن كورونا وين نغني قين برا خدمت ميش السقي مكنيو رحق ذي الدولايا أقصغ الجميع. وأكيد أنا أقول بأنه عامل الإقليم ربما ما في خباروش هاد الشيء وبغيت أنه يوصل ليه، وهذا الشيء راه بغينا انه تفتح فيه شويه ديال الاخر. والدواسه راهم عندنا، الملفات راهم عندنا ونكشفوا عليهم بحكم اننا حنا منبر الاخوان والاخوات المستضعفين والمستضعفات في هذه المدينه هذه. تحيه لكم من اعماق، ولنعود في هذا الموضوع هذا
لكم منا جزيل الشكر، ونتمنى إن شاء الله تعالى تحسن الأوضاع، لأنه الاقتصاد المقنن يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى تضافر الجهود، خصوان تقنيد شا قاغس نياش مثنى. كنقول الإخوان ديالنا المعشرين ما تنفروش، ما تكونوش لقمة يعني لقمة سهلة. راه وصلتنا أخبار بأنه كاين مستوردين ومستثمرين مشاو لينا في هاد الفترة، مشاو لينا لكازا باش يستقروا، مشاو لينا لطنجة باش يستقروا. ما كاينش شي واحد كيسمح في الأم، ما كاينش شي واحد كيسمح في التربة ديالو، لأنه يعني تتماثلنا وتجيويت غيعذرني لا نشي. الموظف هذه راح الموظف ديال الموظف، ولكن سمين يقصح نقاع، يقصح تاخذو عيذر وسط النار، يقصح يجن اللي يكسي المصلحه النص دير وسط النار على ظهر يا ما سماره ثاني تيجا تقصح تيجا وتيقبل حد. هو لا ولي لو مغينيغ والسيثم غي ان شاء الله اتيريم ذي الصحفن وم ذي الهنان وم اتقذ وما تشنا يوم ونشي نقان غذا تمني غتيلقك النيو ذاني تاراش كني. السلام عليكم.